ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، واهلا بيكم في شقة النهاردة قمة في الترتيب والشياكة. السجاد لأول مرة بشوفه، في مفاجأة بقى في أوضة النوم، تفاصيل كتير بإذن الله تعجبكم. قبل ما نبدأ الفيديو حطولنا لايك للفيديو الحلو قوي ده، إن شاء الله يعجبكم. لأول مرة يشوفنا في القناة ياريت تشترك معنا في القناة، ونبدأ الشقة الجميلة بلايك منكم. بصوا كده بسم الله ما شاء الله، ده مدخل الشقة. بصوا السجاد تحفة، السجاد شيك جدا، كمان مختلف، هي مهتمية او بسجاد البيت. تفرشوا كله معانا دلوقتي، اتفرجوا كده. ده المطبخ، هناخد جولة طبعا سريعة كده وهي بتفرش سجاد، وبعدين ندخل جزء جزء في الشقة نتفرج ونستمتع على الشقة الجميلة دي. طبعا الشقة دي تركي، تعرفين ان الاتراك بيهتموا جدا بالسجاد، ودايما بيغيروا ويجددوا فيه. يعني لو تلاحظوا ان هما بيجيبوا سجاد فاتح، طبعا السجاد الفاتح مبيستحملش كتير، لكن هما دايما بيجددوا في السجاد. بصوا كده المطبخ، السجادة التانية كمان. المفاجأة هنا العروسة عاملة النيش كله في المطبخ، هما عندهمش فكرة النيش، لكن هي عاملة نيش كامل داخل المطبخ نفسه، هتتفرجوا عليه، حاطة فيه حاجات حلوة قوي. ده جزء منه، على ما نرجع له تاني. بصوا بقى الجمال، حلو قوي ان هي كمان عاملاها كله ازاز، مش ضلف في مطبخ متقفله بالوان، لا هي مقفله المطبخ بالوان ولكن النيش سايبه كده. ده سجاد الانتري، هنيجي للجزء ده نتفرج. بصوا بقى جمال الانتري الكحلي، انا بحبه جدا الكحلي في الوان الانتريهات او الصالون مع الاوف وايت. الشقه فيها جزء كلاسيكي اكتر، يعني هي ما بين المودرن والكلاسيكي، لكن الطابع الكلاسيكي سايد فيها اكتر. الانتري متناجد كابوتوني. بصوا بقى كمان طبعا الشقه دوبلكس، هنطلع ده السلم الخشب بينزلنا لتحت، وشوفوا بقى هيفتح هيودينا لفين. الخشب او الباركيه يا جماعه بيدي احساس بالدفء او في البيوت عن البورسلين او السيراميك. بصوا بقى هنا الكراسي اللي فيها الاستانلس باللون برضو الكحلي، وهنا بقى الباب الازازه بيفصل السفره عن الصالون، هندخل دلوقتي نتفرج عليه. هي مدخله كتير قوي استانلس في ده الجزء اللي كنا فيه دلوقتي، في الاساس بتاعها. السجاده دي تحفه، عجباني جدا، شايفين الاستانلس باللون الجولد. هندخل دلوقتي هنا نتفرج على السفرة والصالون. بصوا بقى السفرة وجمالها، حلوة جدا برضو بالكحلي والأوف وايت. اللون الجولد هو اللي داخل اكتر في الحاجات في التفاصيل بتاعتها، سفرة حلوة جدا برضو. البراقع أوف وايت في كحلي، بصوا بقى الجمال. عشان كده هي مزجة زي ما قلت لكم ما بين المودرن والكلاسيكي، يعني هو مش مودرن قوي وبرضو فيه طابع الكلاسيكي في الشقة بتاعتها، مع اوضه النوم داخلة على مودرن اكتر. بصوا بقى الترابيزات، حاطه الصور بتاعتها، الترابيزات دي كلها ستانلس من تحت. بص بقى المفاجأة اللي زوجها عاملها لها في أوضة النوم، حاجات بسيطة جدا لكن تفرق. كل اللمسات دي يا بنات بتفرق في المودة وفي المشاعر. فكرة المفاجأة يعني مش مجرد، مش لازم تكون هدية كبيرة، فكرة المفاجأة. حد يفتح أوضة النوم يلاقي الشكل الجميل ده. معروض بقى كده على السرير، والهدية موجودة هنا في البوكس ده.
بصوا بقى هنا تصميم الحمام عجبني قوي، هو بالابيض واللون برضو الكحلي، التقسيمة اللي تحطي الشاور البرفان اي تفاصيل في التقسيمة دي حلوة جدا، عجباني قوي تقسيمة الحمام صراحة، شيك وجديدة وكمان مختلفة. اوضة النوم التانية سيمبل قوي غير تفاصيل كتير، يعني بصوا البساطة بتتكلم في الأوضة دي. برضو السرير متنجد بشكل طولي، اللون الرمادي والأبيض، طبعا الرمادي والأبيض حلوين قوي قوي يا بنات، كألوان حيطان كألوان تنجيد. بصوا التقسيمة برضو بتاع المكتبة وبتاع التلفزيون حلوة جدا. ده السلم الخشب بس من تحت، احنا المرة اللي فاتت كنا نازلين من فوق، بصوا كده اهو برضو مدخلة للسلس هنا، بصوا لو لاحظتوا. هندخل دلوقتي بقى المطبخ ونشوف النيش اللي هي عاملاها جوه المطبخ وترتيبة المطبخ. بصوا بقى جمال المطبخ، طبعا هما اساسي عندهم بلكونة مع المطبخ، التربو بتاع البصل والبطاطس عاجبني جدا شكله، اولا شكله شيك ومش مبهدل البلكونة زي ما احنا متخيلين. بصوا الالوان في المفرش والكوشن اللي على الانتري، الانتري من الرتان، الكراسي بتاعت الاسفل يعني البلكونة. بصوا بقى الجمال اللي هي عاملاه، برضو مدخلة الاستانلس في تقفيلة المطبخ او نيش اللي هي عاملاه جوه المطبخ، بيهتموا جدا بالحاجات اللي هي المنقل بتاع الكحك، الحاجات بتاع المقبلات، الاشكال في التقديم الاطباق، لان السفرة عندهم اساسي يبقى شكلها منظم ومرتب. بصوا يا بنات لو عندك مساحة كبيرة جوه مطبخك ما تترددش ابدا ان تعملي المطبخ جوه النيش جوه المطبخ. هي هنا بسرعة كده هتعمل كوكيز تقدمه. كده البلكونة اخر حاجة بننهي بيها بقى البلكونة. اتمنى النهاردة ان فيديو النهاردة بإذن الله يكون نال اعجابكم، واسيبكم مع المطبخ الجميل ده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وشقة جديدة، واستنى رأيكم وكومنتاتكم ولايكاتكم الحلوة. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.